إذا بشكل عام القانون بشكل عام راح يكون بالنسبة للـ A0 هو الـ DC هو الـ average أو الـ DC shift تبع الـ waveform بشكل عام لأي واحد من الـ coefficients A1, A2, A3, A4, A to the A sub n بيساوي sin n omega t بتكون في مضروبة في F of t من 0 إلى 2 باي بكامل 1 على باي بالنسبة للـ Bn cosine n omega t. خلينا ناخذ مثال راح ناخذ الـ waveform square waveform هاي ارتفاعها m ارتفاعها هون m هون minus m ولها frequency لها period t f بتساوي 1 على t وأوميجا بتساوي 2 pi. اول شيء هل بقدر احلل هاي السيجنال على الفورير سيريز ليش قبل الارف صفر لانها بيريوديك هذا اهم شيء اول شيء لازم اتاكد هل هي بيريوديك هي بيريوديك لان عمالها تكرر نفسها كل بيريد هاي الافرج تبعها صفر لانها متماثله اذا مباشره واضح هون انه اي 0 بتساوي 0 خلينا نثبته من هون اذا عندي اي 0 بتساوي 1 على 2 باي من صفر لاثنين باي اف اوميجا تي دي اوميجا تي وتساوي هلا هاي بتصير عباره عن قسمين من صفر لاثنين باي قسم معامله ام وقسم معامله ماينس ام اذا بقدر احط هون واحد على اثنين باي وهون اخذ من صفر لباي ام دي اوميجا تي ناقص او زائد اذا بدك ناقص ام من زيرو من باي لاثنين باي دي اوميجا تي مظبوط هذا هيك تكامل هلا هذا ام رح يصير عندي هلا هون برا 1 على 2 باي جوا عندي هلا هون هذه رح تصير ام ام اوميجا تي او ام اكس واكس بتراوح من 0 ل باي زائد ماينس ام اكس من باي 2 باي وتساوي ام اكس بعوض اكس هون ايش؟ باي ماينس 0 مش هيك؟ بتصير هذه ام باي ماينس ام باي 1 على 2 باي شو بتساوي هاي؟ واضح ليش 0 طرحنا الاثنين بعض لانه هاي مساويه لهاي اذا هذا الجزء اللي هو الاي 0 هلا بدنا نطلع الاي صف ام بشكل عام رح اطلعها مره واحده انا بقدر اطلعهم واحده واحده يعني بقدر اطلع الاولى A1 A2 A3 بس رح نطلعهم احنا A sub n مره واحده رح نطلع لها اكسبرشن واحد اذا A sub n شو بتساوي؟ نعم تفضل هلا بالماينس m مره نعود ب 2 باي مره ب 2 باي صح؟ صح صحيح صحيح رح تصير هي m باي كمان مضبوط كلامك صحيح لانه مش زيرو يعني رح تصير هذه ماينس m في 2 باي ماينس ماينس m في باي رح تعطيني ماينس m في باي اللي رح تصير صحيح هلا عندي A sub n، A sub n راح تساوي 1 على باي من 0 ل 2 باي عندي F of omega t عندي هون sin n omega t متذكرين؟ yes. D omega t شو بدنا نعمل الآن؟ لقينا هاي لها الشكلين من هون راح آخذ هلا الجزء الأول اللي هو 0 لباي وأضرب في 2 فبصير عندي 2 على باي راح نعملها هاي من 0 باي وفي الداخل راح احط ام ساين ان اوميجا تي دي اوميجا تي هلا الساين ايش تكامل الساين؟ ماينس كوساين لكن في عندي اوميجا تي في ايش مضروبه؟ مضروبه في ان اذا ايش لازم اعمل لما بشتق شو بعمل؟ بشتق الزاويه بضرب في ان لما بكامل شو بعمل؟ بقسم على ان اذا هذه راح تصير عندي الان اي ان بتساوي 2 على باي هون عندي راح يصير ام ماينس كوساين ان اوميجا تي على ان الكل واضح ليش قسمنا على ان؟ لانه عندي هون معادله يعني البارامتر اللي انا عمالي بكامله هو اوميجا تي مضبوط؟ الاكس هو اوميجا تي مضروب في ان
اذا لما بشتق بضرب في ان ولما بكامل بقسم على ان عندي من صفر ب طيب بقدر اطلع الان الان برا والان بقدر اطلعها برا فبتصير عندي 2 ام على ان طيب خلينا نشوف هلا هون ايش بيطلع معي. اول شيء بدي اعوض كوساين ان باي محل اوميجا تي ايش بحط؟ باي. هاي فبصير عندي ماينس كوساين ان باي ماينس ماينس بتصير بلس كوساين ان في 0 اللي هي كوساين 0 قديش كوساين 0؟ 1 1 هلا خلينا نطلع هاي الواحد هذه واضحه كوساين ان باي شو راح تصير عندي؟ كوساين ان باي ايش بتساوي؟ ان انتجر مش هيك؟ مضبوط ان انتجر؟ ان شو بتساوي؟ بتكون 1 2 3 4 ما بصير تكون 1 ونص او طيب لما تكون كوسا ان 1 قديش بتكون كوساين باي؟ كوساين باي مش 0 باي كوساين 90 سالب 1 لا سالب 1 احسن مين حكى سالب 1؟ كوساين 0 قديش؟ 1 كوساين 90 قديش؟ 0 كوساين 180 ناقص 1 كوساين 270 0 مضبوط؟ إذا ان باي بتساوي ناقص 1 لما ان ايش بتكون؟ قد 1 أو 3 مضبوط؟ طيب لما بتكون ان ايفن يعني 2 شو بتصير؟ مضبوط واضح 2 باي لما تكون 2 باي 2 باي قديش 360 يعني هون مش هيك 4 باي لما تكون ان ايفن بتصير عندي زائد 1 لما تكون ان اوت بتصير ناقص 1 ماشي الكل واضح هاي بالنسبه لكم اذا عندي هاي راح تكون لما ان اوت شو راح تصير هاي ماينس ماينس 1 راح تصير زائد 1 يعني هلا اي ان راح تساوي 2 ام على ان باي لما ان اود شو راح يطلع مع الرقم هون؟ صحيح لما تكون ان اود راح تصير ناقص ناقص 1 زائد 1 1 2 مضبوط ولما تكون ان ايفن شو راح تصير هذه هون عندي؟ هاي 1 راح تكون ناقص 1 وزائد 1 راح تصير إذا 2 في 2 ايش تعطيني؟ 4 ام بس هاي 4 ام امتى؟ لما ان ايفن شو بتساوي؟ 0 0 إذا 4 ام على ان واضح هذا الجزء؟